وللحديث عن الإتاوات التي تفرضها ميليشيات الحشد وفق أساليب جديدة لتمويل أنشطتها باستنساخ تجربة حزب الله في لبنان، معنا من عمان الدكتور الكاتب والباحث السياسي الدكتور هلال الدليمي. مرحبا بك معنا دكتور. أهلا وسهلا، عليكم السلام. دكتور، معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى تحدث عن مؤسسات للإقراض افتتحتها ميليشيات الحشد. بداية، من أين تأتي الميليشيات بهذه الأموال لتغذية مؤسسات تحتاج إلى قدرات مالية كبيرة تشابه أو تشبه قدرات البنوك برأس مالها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولقناة الرافدين، وشكرا على هذا الموضوع الذي يشغل المواطن العراقي حقيقة، لأنهم كل ما يجري في عمل الميليشيات من اغتصاب الأموال ومن نهب وسلب خارج حدود ما يسمى القانون، حقيقة لا يوجد قانون يطبق على الحشد الشعبي، وأنتم تعرفون القتلة منهم تم الإفراج عنهم كما تعرفون مثل القضية الفضيحة الأخيرة، إذا فما بالك بما دون ذلك من القتل من الأموال والسلب والنهب. هذه القضية قضية تشكيل الدولة داخل الدولة، هي السياسة الإيرانية، ونحن قلنا في مرارا أن هذه الدولة العميقة التي أسستها إيران غطائين، الغطاء الشرعي عن طريق ما تسمى المرجعيات وفتوى الجهاد الكفائي، ومن ثم أعطتها الغطاء القانوني عن طريق مجلس النواب العراقي الذي ائتمر بأمر إيران وأعطى هذه الميليشيات الصفة الرسمية بأنها تابعة للدولة، التي من أول واجبات هذه الدولة أن تسأل من أين لك هذا. ولكن إذا كان رب البيت بالدف ناقر، غشيمة أهل البيت معروفة ماذا تكون، لأن إذا كانوا هم الذين قامين على الأمر، هم من السراق ومن اللصوص، فاللص لا يحاسب لصوص. وهنا ننتقل إلى السؤال الثاني دكتور لو سمحت، ننتقل إلى السؤال الثاني طالما أنك تحدثت عن هذا الموضوع المتعلق بالقيم والأخلاق. التقرير تحدث عن قروض ربوية تمنحها الميليشيات بفوائد عالية، كيف يتوازى ذلك مع حديثها عن أو التوجه الديني والعقائدي بالنسبة لهذه الميليشيات؟ من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، أيهما أشد، الربا أم قتل النفس اللي هي حرمة الدم المسلم أقدس عند الله من الكعبة. هؤلاء لا دين لهم، أن يقتل لا دين له، وهذا الغطاء الديني خلنا هذا غطاء فقط ليكسب الغطاء ما يسمى العمائمي لكي يقوم بإفساد الأرض. أما أنه تتحاسب على الربا وعلى الإقراض الربوي، هو يقتل الناس ويسرق أموالهم ويغتصب أموال الناس ويأخذ بيوتهم ويقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. وهناك مقولة حقيقة، قاعدة أصولية، ليس من بعد الكفر من ذنب، هؤلاء أتوا بما هو أعظم من ذلك، هؤلاء أتوا بالتجاوز على كل قيم الإسلام، وأولها على النفس البشرية وعلى الأموال الناس وعلى أرواحهم وممتلكاتهم، ومن ثم الاعتداء على أمهات المؤمنين رضوان الله عليهم، ومن القضية طويلة والحديث طويل. إذن هم ليس لهم هناك رادع ديني ولا أخلاقي، لأنه لو أردنا أن نحاسبهم على الدين أو حاسبوا أنفسهم على ما يدعون لوجدوا أنفسهم أشد من الذين كفروا ومن الذين نافقوا. طيب لأنهم دكتور، حقيقة ملأوا الأرض فسادا. نعم العفل. دكتور، توجه هذه الميليشيات الموالية لإيران بصفة عامة سواء في العراق أو في لبنان لهذه الأنواع من المؤسسات إلى أي مدى يطرح التساؤلات عن اللاشرعية لهذه الأموال، والتي تشبه على سبيل المثال كما يقول مراقبون تجارة المخدرات مثلا؟ أخي الكريم، هذه الأموال قلنا أنه هذه المؤسسة هي مؤسسة إيرانية صرفة تمول نفسها بكل ما هو غير شرعي، يعني ابتداء من سلب الأموال إلى المخدرات إلى زراعة الأفيون إلى التجارة حتى بالأرواح إلى الاختطاف والمراهنات على أرواح الناس. فإذا كل ما يقومون به هو مخالف للإنسانية وليست للشرع الإسلامي، لأن لا يوجد شريعة في الكون تبيح ما يقومون به، ولكن هذه الإجراءات مغطاة بشكل رسمي وقانوني، ومن ثم هم فوق القانون،
الذي يخرج بمظاهرة مسلحة ويحتل المنطقة الخضراء ويضع صورة رئيس الوزراء ويتجاوز عليه اللي هو القائد العام للميليشيات المنفلتة والسلاح المنفلت، ماذا بعد ذلك؟ هل يوجد رادع لهم؟ من يحاسبهم على القضايا الفقهية والشرعية إذا كان من أفتى لهم على العموم؟ نعم. وهذا هذه الفتاوى التي تصدر من هنا وهناك، إذا في حتى لو أصدر فتوى تمنعهم من هذا، هم لا يتبعون، هم أخذوا الأموال وأخذوا الدنيا وسيطروا على الدولة، وهذا وليهم الفقيه في إيران هو الذي يوجههم. ترى لا تصدق، لا مرجعية النجف يأتمرون بأمرها ولا رئيس الوزراء يوزنون بقيد شعره. والدليل واضح، يعني أكثر من دليل اللي قاموا به في العراق. وبالتالي هذه السياسة الإيرانية من فرض الدولة العميقة داخل الدول الهدف هو مشروع إيراني قديم جدا. يعني لاحظ أنه ممتد، ترى عبر التاريخ، ليس بالوقت الحالي، ولكن الآن أصبح يرتدي العمامة أكثر مما يرتدي البزة وغيرها. يعني هذه هي السياسة الإيرانية. واضح دكتور، واضح. في هذه المناطق السؤال، إخلال الدولة، تفريغ الدولة، تمام دكتور، من محتواها. تمام دكتور، ولكن السؤال الآن، هل ثمت رقابة حكومية على مصادر هذه الأموال التي بحوزة ميليشيات الحشد؟ كيف يمكن أن تقبل بمؤسسات مصرفية لا تخضع لقوانين الدولة، لا سيما أنها تنافس بين قوسين البنوك الحكومية؟ لا، هي تنافس البنوك اللصوص. فمتى ما تعارضت مصلحة الميليشيات هذه مع مصالح البنوك التي تعود للسياسيين اللصوص، نعم، هناك ستظهر القانون ويظهر المخالفات. أما طالما أنهم هم في خط واحد وكلهم تابعين إلى نفس الملة، مثل ما يقول، كلهم تابعين للولي الفقيه، فلا تعارض ولا يستطيعون أن يعارضوهم بشيء، لأنه هم تقاسموا السحت الحرام بأموال العراق. ورئيس الجمهورية قال نحن فقدنا ألف مليار، هي حقيقة يزيد عن هذا الرقم بكثير، لكن تخيل هذا رئيس الجمهورية يقول هذا. البقية تقاسموا العراق من بشكل غريب عجيب. يعني نحن لا يحدهم قانون ولا شرع ولا دنيا ولا قانون وضعي، يعني الذي يقتل يطلق سراحه. نعم. يعني تتخيل قاتل ومجرم وعليها لمة إعلامية كبيرة وأنه تم إلقاء القبض عليه وإطلاق سراح المجلس القضاء الإعلام. نعم. فالذي يسرق ماذا يفعلون له؟ لا يوجد سلطة تحاسبهم. شكرا دكتور. شكرا دكتور هلال الدليمي، الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا عبر الخط الهاتفي من عمان.